حبايبي الحلوين، عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتونا كتير جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. معانا النهارده مع أول درس عندنا في تأسيس الجرامر. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه هو الحاجات اللي احنا هناخدها النهارده. احنا هنبتديها بالعياط. ايوه الحروف دي بتقعد تعيط، بس بيقعدوا يقولوا ايه؟ بيعيطوا يقولوا ايه؟ عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنان. عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنان. عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنان. عاوزين ان، بس دي يا بنت صعب عليا قوي. عاوزين ان، هو دي جايبه لنا جنان. يلا اعملوا زيي. عاوزين ان، هو دي جايبه لنا جنان. تمام. يعني ايه بقى الحروف دي الخمسه اللي بيعيطوا دول؟ اسمهم حروف العيد ميلاد. ليه؟ عشان احنا بنيجي نقولهم، نقولهم ازاي؟ ال اي 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 يو، ال اي اي او يو، ال اي اي او يو، خمس حروف جايبين لنا ايه؟ مش جايبين لنا جنيه، ملناش دعوه. خمس حروف هم بيقعدوا يقولوا ايه؟ عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنيه. عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنيه. تعالوا كده يا اصحابي نشوف. لو الكلمه زي مثلا كلمه اج، لو الكلمه ابتدت باي حرف من الحروف دي اللي بيقعدوا يقولوا عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنيه، يقعدوا يعيطوا كده. تمام. ابتدت بحرف الاي، هو حرف الاي من الحروف دي اللي بتقول عاوزين ان؟ شاطرين. يبقى احنا هنحط قبل كلمه اج هنحط ان. الله، دي طلعت سهله جدا. تعال تعال كده شوفوا معايا. يلا كلمه ابل بتبتدي بحرف الاي، بتبتدي بحرف اي، فاحنا هنشوفها كده من الحروف اللي بتقول عاوزين ان. شاطرين. ايوه يا ميس حنين، هنحط ان. ان ابل، ما اسمهاش ابل، لا اسمها ابل. ان ابل تفاحه. تمام. كلمه اورنج يعني برتقاله، بتبتدي بحرف الاو. حرف الاو معاهم بيقول ايه؟ عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنان. عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنان. ايوه. طب شاطرين والله شاطرين. اورنج هنحط ان. طيب نشوف تانية. امبريلا بتبتدي بحرف اليو. شاطرين. بتقعد تقول ايه؟ عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنان. اهي ان. تمام. يبقى يا اصحابي اي كلمه، اي نعم بيبتدي باي حرف من الحروف اللي بتقول ايه؟ عاوزين ان، ودي جايبه لنا جنان، يبقى احنا لازم نحط قبليهم حرف ان. لازم نحط قبليهم ان. ايه ده؟ شاطرين انتوا حبايبي الحلوين. تعالوا 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 تعالوا، بس اقول لكم حاجه. تعالوا تعالوا
الحروف دي، الحروف دي بيقعدوا يقولوا ايه؟ اي مش بنعيط ليه، اي مش بنعيط ليه، بجد اي مش بنعيط ليه، بيقعدوا بقى يسألوا نفسهم اي مش بنعيط ليه. ماشي، الحروف دي بي سي دي اف جي اتش جي كي او ام ان بي كيو ار اس تي في دبليو اكس واي ان زي. الحروف دي مش بيعيطوا، مش بيعيطوا، عشان كده احنا اي كلمه بتبتدي بحرف من الحروف دي نقعد نحط له ايه؟ اي، عشان مش بيعيط ليه. ماشي، تعالوا كده نشوف مع بعض كلمه pen. pen حرف البي من الحروف دي. ايوه يا ميس حنين، هنحط له اي، هتبقى a pen. a pen كلمه قولوا لي يلا كلام عشان انا مش فاكر. باد، شاطرين، باد حرف البي. باد، برافو عليكم. كلمه دور، دور يعني باب، شاطرين. دور، ما احنا بنقولوا اي مش بتعيط ليه، اي مش بتعيط ليه، اي مش بتعيط ليه، اي مش بتعيط ليه. الحروف دي بيقعدوا يقولوا ايه مش بتعيط ليه، ايه مش بتعيط ليه، مش بيعيطوا، الحروف دي مش بيعيطوا خالص. علشان كده يا حبايبي احنا بنحط لهم حرف الاي قبله. طب لو كان حرف من الحروف اللي بتعيط هنحط ان، جايبين لك كده، فاكرينه؟ تمام، شاطرين. طبعا يا اصحابي احنا معانا سلسله حنين للتاسيس في الجرامر وكمان فونكس، وحضرتك بتستلمي طبعا فيديوهات غير الفيديوهات دي خالص. حضرتك بتستلمي شرح للكتب كلها، بتستلمي 21 فيديو لمستوى الجرامر. تمام، لمستوى الجرامر اللي احنا بنشرح فيه ده. المهم، المهم احنا الناس اللي معاها الكتاب طبعا هي بتحل بيج 1. طيب اهو، يعني كده عايزه اقرب لها عليكم شويه، يمكن ربنا يسترها وتشوفوها. تمام، تمام كده احنا فهمنا ايه وقال الشاطرين الحلوين اللي هيحلوا وهيوريهولي في قلب التعليقات، وبرده شاطرين الحلوين اللي متابعينا على صفحه الفيسبوك برده باسم حنين التعليميه، والقناه طبعا اللي حضرتك بتشوفيني منها ديت قناه حنين التعليميه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي. ايه ده، فين اللايك؟ فين اللايك؟ شاطرين، باي باي.